علشان اعالج لك عيان الهايبر ثيرويد لازم من الاول اخلص الانجيبيشن الثيرويد. ان هو اخلص الانجيبيشن الثيرويد هتقدر انت لوحدك تقول يا دكتور علاج الايه؟ الهايبر ثيرويد. وعلاج الانسكيما ايه؟ قصدي علاج الانسكيما ثيرويد. علاج الانسكيما ثيرويد. واحد يقلل الليفل حتى مش ينفع تو ديكريز الليفل طيب. وعلاج الثلث كود الحركه كلها. تعالى بقى نشرح هنشرح النهارده بالترتيب الاتي عشان تبقى عارف. هنشرح الريجيوليشن اوف بي 34. طيب بعد ما نخلص الريجيوليشن هنشرح الثيرويد فانكشن ليفل. وبعد ما نخلص الثيرويد فانكشن ليفل هنشرح الثيرويد. ها؟ طيب قلنا يا جماعه الديوليشن اوف ثيرويد هي هياها كنترول. طيب ازاي بنظم افراز التي 3 والتي 4 يا دكاتره؟ خمس حاجات. طب حاجه خمسه. واحد الهايبوثالامس. احنا اتفقنا ازاي؟ ان اي جنان من الجنان اللي اندر كنترول اوف يا بقى يا عم محمود لا ما خرجش محمود ما شغلوش في كده الهايبوثالامس. ما هي علاقة الهايبوثالامس يا ربيع بالبيتيوتري بالثيرويد؟ فالدكتور هيقول لي الهايبوثالامس بتطلع مادة اسمها ايه يا مان؟ هاي سلامي فاهم؟ دي ديفاكت دي كلمة عامة لكن بتاعة الثيرويد اسمها ايه؟ تي ار اس. ايه تي ار اس دي؟ ثيرويد ولا ثيروسوبين ريليزنج ديفاكت؟ ثيروسوبين ريليزنج ديفاكت دي كانت في البشوتر. ثيروسوبين ريليزنج ديفاكت هيزود افراز مادة اسمها تي اس اتش. طيب والتي اس اتش هتزود التي 3 والتي 4 ويرجع تي 3 والتي 4 يرجع يعملوا ايه؟ نيجاتيف سبيد ديتا. يا مشكلتك؟ طيب تاني رقم اثنين البيتيوتري. عايز يقول البيتيوتري بتعمل ايه؟ البيتيوتري بتطلع ماده اسمها تي اس اتش ثايرويد سيميوليتنج هرمون. هقولها اسم تاني يا دكاتره. ها؟ ثايرو روبين. دي بتعمل ايه يا دكتوره؟ بتطلع من البيتيوتري. انا خلايا لو انت شاطر بيزوفيل ولا الاسيدوفيل؟ بتطلع من البيزوفيل تروح للثيرويد مسؤول عن حاجتين اللي هم ستراكشر كفرع اند ديفلوبمنت خليها تكبر في الحجم طيب وفي نفس الوقت خليها تطلع في 3 تي 4 طيب كده ديت عند البيوتر ثلاثة في عندنا بقى حاجة اسمها ايه؟ لا مع ان الناس دي موجوده في جسمنا ولا دي اب نورمال؟ الناس دي يا جماعه اب نورمال. طالع ليه؟ لون ها اكتنج ها ثيرويد ها سيميوليتر. دي يا دكاتره عباره عن اب نورمال انتي بودي. عباره عن ايه يا دكاتره؟ انت كبيره تحتيها اب نورمال اميونو جلوبيولين. عبارة عن الميونوجلوبين انتي بودي الستراكشر بتاعه اب نورمال. طيب بتطلع من فين يا دكاترة؟ بتطلع من خلايا اسمها ليمفوسايت. طيب بتعمل ايه يا دكاترة؟ بتعمل ايه يا دكاترة؟ المادة دي بتعمل ايه؟ ها؟ بتطلع من الليمفوسايت تروح بسرعه تعمل ايه يا دكاتره؟ تشغل مين؟ الثيرويد. سؤال بقى هل لما الثيرويد تشتغل طلع تي 3 تي 4 هل تي 3 تي 4 له نيجاتيف فيدباك عليها؟ لا ملهاش نيجاتيف فيدباك الحمد لله. ده مرض اوتو اميون ديزيز وفي الاخر بيعمل مرض اسمه ثايرو توكسيكوز او جريفز ديزيز او هايبر ثايرويدزم زي ما حاجه مرض كده. يبقى اللون ده اكيد بتغير السيميوليتر نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال انتي بودي بيطلع من الليمفوسايت في الامراض المناعيه. خلاص
يعمل ايه؟ بيطلع سيكسيتي فور لكن ليس له اي ريجن سيكسيتي. اربعة بنت عشان تحفظه. اثنين وهو هذي فارماكو بيكيوتين. واللاكس دي شبه بتاعت فيه شيرش. طيب اربعة وخمسة اليود اليودين. بص انا عندي تلك احتمالات في اليود. يعني تلك احتمالات يا دكتور. انت حضرتك انسان طبيعي. السيرويد بتاعتك طبيعية. جيت بديتك لدكتورة مي يود. هل تصنيع السي 3 والسي 4 هيزيد؟ فكر كده. طب هيزيد لي لما يزيدش. ان انا مش محتاج ساعتها السي 3 دي. وردان جالي يود. اعمل في ايه؟ اخزنه. زي النملة كده. عندها اكل كتير. لما تقعد تاكل تاكل الاكل ده كله في الاكل. لا بتقعد تخزن الاكل. فالسيرويد بتقعد تخزن ده اليود. يبقى اليود اعلى نسيج في جسم الانسان. مركز في يود هو مين؟ ها؟ الثيرويد. اكثر اورجان بيحب اليود هو مين؟ الثيرويد. اقول لك حاجة؟ الدول شرق اسيا اللي هي اليابان والصين والناس اللي تحت دي كلها. لما امريكا ضربتهم القنبلة النووية في الحرب العالمية الثانية. القنابل النووية بتطلع عناصر مشعة. بما فيها اليود المشعة. طيب اليود المشعة دخل في جسمي. بيحب مين؟ بيعشق مين الثيرويد. بيدخل في الثيرويد يا مان. الثيرويد مش هتسيبه. تمسك فيه وهو بقى تتفوق الثيرويد يعمل ايه؟ ريستراكشر للثيرويد. فتلاقي الناس اللي بتقعد شرق اسيا دول في الموضوع عندهم ايه؟ هايبو ثيرويدزم. الجيران بتاعتهم متدمره. لان اليود المشع غير اليود بتاعنا العادي ده. طب اليود العادي ده موجود فين؟ اليود موجود فين؟ موجود في الميه بتاعت البحر اللي هو عشان كده احنا بنقول ايه دايما؟ ده مش في الميه بس ده في الهواء بتاع البحر كمان. انت رحت واقف على شط اسكندريه تستنشق الخارج كده يقعد ده كل يوم. تمام؟ طبعا في مناطق مش موجوده على البحر. فاضطرينا ان احنا نحط لهم اليود في حاجه كلنا بناكلوها اللي هي الملح. اليود موجود فين؟ في الملح او في هواء ميه البحر. يبقى نورمالي بقى تسلم. طيب تعالى بقى نشوف دلوقتي تو سيناريو. حالتين. حاله يا سيد امير جات لك عندها هايبوثيرويدزم. ركز بقى معاك في النقطه دي. حاله عندها هايبوثيرويدزم. تعالى الصوره بتاعتي فيها ونشوفها. وجاب يا دكتور. في حاله عندها هايبوثيرويدزم. وفي حاله عندها هايبر انا هشرح لك اللي حاصل في الحاله بتاعت الهايبر واللي حاصل في الحاله بتاعت الهايبر وانت حط اليود شوف هيعمل ايه. فاهمين الفكره؟ طيب جات لنا النهارده الحاجه بتاعت المره اللي فاتت بتقول يا جماعه انا عندي هايبوثيرويديزم. فقالوا لها يا ستي انت عندك هايبوثيرويديزم ليه؟ هتقول لك يا دكتور اصل انا عايشه في الواحات. الواحات دي واحد فيه والكلام ده كله مش على بحر. فاحنا يا دكتور مش عندنا في الواحات يود. ماشي يا حاج. فـ C3 و C4 هيقل. طيب يبقى دكتور سونيا اللي عايشه في واحد سيوا ما عندهاش ايه؟ يود. تمام؟ اسمها سونيا عايشه في واحد ايه؟ سيوا ما عندهاش ايه ربيع يود. فـ C3 و C4 قليلين. ها؟ قولي كده هدي اللي يحصل في السي ستيتش هيعمل. طب السي ستيتش لما هيعمل ايه في الجيلان؟ هيكبرها ولا هيصغرها؟ هيكبر الجيلان. طيب يبقى يا جماعه دلوقتي انت عرفت المعلومه دي. اي واحد عنده ثيرويد كبيره معنى كده ان هو عنده زياده في افراز الثيروكسين ولا احتمال دلوقتي يكون عنده قليل؟ لما يكون قليل طب السي اس اتش ضرب الثيرويد يكبر حاضر تكبر في الحمل طب هل بتكبر في الفانكشن؟ ليه مش بتكبر في الفانكشن؟ لان مفيش يود. فدي بقى انت حضرتك يا دكتوره اليود ده دي للاخت ايه؟ سونيا دي ايه الاحصان؟ شايف انت الاسهم كلها شايفها يود اليود هيزيد في 3 و 4 هيزيد ري سيتش هيقل السايز بتاع الجيران يرجع يبقى انت يا دكتور ممكن تجي لك حاله عندها هايبوثيرويديزم تعالجها بايه؟ يا بالثيروكسين يا اما باليود. فانت لازم تبقى عارف السبب. لو كانت اثنين عايشه في حته ما فيهاش يود زي الواحات والكلام اللي فيه صحراء والكلام ده بعيد عن البحر يبقى مشكلتها دايما فين؟ في اليود. طيب مش احنا دلوقتي في الكترولاليت؟ طيب نعدوا على الكمبيوتر. الكمبيوتر بيفكر المشكله في ايه؟ ان في ستيتش تعرفها المفروض ده موجود. في ستيتش ماله؟ كترولاليت احنا نزودها ولا لا؟ وبعدين نبدا نيجي في ستيتش ماشي. طيب تعالى بقى النقطه الثانيه السيناريو الثاني. واحده بقى عندها ايه رجعت النهارده؟ هايبر ثايرويديزم. استنى هو الهايبر ثايرويديزم ده هو ايه؟ ركز فيها معايا. والله يا دكتور السبب اللي احنا حضرتك بتقولنا قلت ان في ماده اسمها لونج اكتنج ثيرويد ستيميوليتر بتخش على الثيرويد جلاند تخليها تشتغل هتطلع في السي بي
سكور صح؟ بس في كتير سكور اللي بيطلع ما فيش عليهم 100 فيت بان. طيب ربيع هيرفع ايده ويقول لي ده في سؤال في سبب ثاني للهايبر ثايرويدوزيس. حد شاطر يقول لي هو الشبكات افرض واحد لا قدر الله طلع له تيومر في الديوتري ها؟ طلع له تيومر في الديوتري. التيومر ده راح مطلع ماده اسمها تي اس اتش. يعني انا دلوقتي مريض عندي زيادة في تي اس اتش. زيادة على المخ مرضية من ورم في المخ. مين اللي يكمل؟ هتشد انت هتروح التي اس اتش ده هتعمل ايه في الجلاند؟ هيزود الطايز والفانش. طيب طبعا العيان ساعتها هيزود تصنيع تي سي تي 4 ولا لا؟ طيب تعالى تي سي تي 4 حاولوا تقللوا تي سي اتش ما يعرفوش يقللوا. ليه يا جماعه؟ ان اي مرض اي مرض ها اي مرض زي ما اتفقنا اللي هتطبق عليه قواعد النيجاتيف فيد بيس. اي ورم ناتج اللي هيطبق عليه قواعد النيجاتيف فيد بيس. طيب افرض انت اديت للعيان ده يوز ها بص بص ركز معايا في الخطوه دي. مش التي سي اتش دوت بيروح يخلي خطوات تصنيع السايلوكسين تشتغل اكتر؟ خطوات التصنيع. طيب عارف بقى حضرتك لو انت التي تيوب هنا في النص اليوب يعمل انهيبيشن للتي اس اتش اكشن على الثيرويد لمده اسبوعين فقط. اليوز يقول التي اس اتش خلاص بقى كفايه اليوز كتير اهو طالع في تي 4 فاليوب يعمل تمبرري انهيبيشن تمبرري مؤقت فتي اس اتش توقف عن العمل فتصنيع التي 3 والتي 4 يقل ولا يزيد؟ يقل. بس هي ايه بالفضل يا جماعه؟ موقفه. يعني احنا جينا حاولنا ندي للعيان دوت العامل زياده في الصاد الثيروكسين ها يزيد طول العمر هنرجع علاج علاج فاشل للاسف قعد اسبوعين وبعد الاسبوعين النيجاتيف بقى ده اختفى والجلاند برضه مستمره في تصنيع التي 3 والتي 4 تمام؟ يبقى في الهايبر ثيروكسين بس يا جماعه عندي استمرار من الاول عشان هو بيلخبط شويه. انا دلوقتي عندي ورم في المخ طلع تي اس اتش. التي اس اتش ده هيروح للجلاند هيعمل في حجمها هيكبرها سايز و استراكشر. طيب هتروح تطلع تي 3 دي 4 يجي تي 3 دي 4 يحاول يعمل ليها الفيدباك ما يعرفش. طيب هم انا قلت جبت العين ما حاولت كده اديتهم يوز اليوز بيعمل ايه؟ بيقول لي التي اس اتش لو سمحت ما تشتغلش على تصنيع التي 3 والتي 4 في الجلاند وقف تصنيع شويه ده نوع كده من اللي هي الفيدباك ناجح ولا فاشل؟ ده اللي احنا بنقول كده فقط اسبوعين لكن بعد كده فشل فشل ذريع الجلاند بنسميه. الراجل اللي اكتشف الموضوع ده كان اسمه بول تشيكوف الفيك فسماه بول تشيكوف الفيك. ان ايه يا جماعه بقى عايز اكبره بقى الموضوع شويه اكبره بقى عارف هنعمل ايه؟ دي يا جماعه فرضا الثيرويد دي الخليه هو المفروض يا جماعه تي اس اتش بيجي يعمل هنا انتي بيرسيب الناتج النهائي هو مين هيشوف تصنيعه؟ تصنيعه تي 4 صح؟ مش هو كده هيعمل كده هيزود هيزود بامب والاكسبيشن والكلام اللي احنا خدناه يقول لك بقى اليو تي يعمل ايه؟ يعمل انهيبيشن يبقى انترا سيلولار انهيبيشن تصنيع تي 4 هو بيشتغل على مستوى ايه؟ مستوى خلايا الثيرويد نفسها مؤقت ولا ده الانهيبيشن دوت مؤقت مش ده اكتر من كده عشان ما تقولش مش عارف تستناه استخدام رائع. جبت لنا النهارده الحاله بتاعت الهايبر ثيروليزم. هو الهايبر ثيروليزم كان عنده كم مانيفستيشن؟ كم عرض؟ كان عندهم اربعه. ثيروليز ضخمه فضغط على مين؟ على الصراحيه والبستوبيا صح؟ دي كان اسمها بريشر مانيفستيشن. كان عنده زياده اعراض التصلب وكان عنده تلوث كبير وكان عنده المشارك شغال. ركزوا معايا في النقطه دي. يا جماعه انت جالك النهارده مريض تبص على رقبته لقيت الثيرويد قد كده كبيره وعنده بريشر ضغط على رقبته والثيرويد عالي وعينه طالعه لبره تعالج ازاي؟ طب يا دكتور انا عندي احتمالين يا اما اديله ادويه ضد الثيرويد او افتح واشيل الثيرويد صح؟ طيب جينا احنا نيمنا العيان في اوضه العمليات فتحنا الثيرويد ايه اللي يحصل؟ عارف لو فتحت الثيرويد الكبيره الضخمه بتطلع ثيروس كبير اول ما هتسد النشره في رقبه العيان هتلاقي ارتر مفرقع ودار الدم واصل لحد فين؟ لحد وسط العمليه في حد السقف. ليه؟ حط في دماغك ان التي اس اتش المصيبه بتاعته مش بيزود الجروس والديفلوبمنت بتاعت الجلاند بس ده بيزود البلاد سبلاي بتاع الثيروس
الصلب. فانت حضرتك الخلود دي مليانه يا ادم والخراطيم، اوعى تنسى ان العيان اللي عنده هايبر سيلوليز كان ضغط الدم بتاعه عامل ازاي؟ خالص للسول لو زي السول، يعني ممكن تلاقي الضغط بتاعه 180 على 60. تخيل فتحت قصر الضغط 180 مفهوم؟ مش هتعرف توقف العيان هيموت منه. فقالوا ايه؟ خلاص احنا قبل العمليه الجراحيه باسبوعين نديله ايه؟ يود. اليود هيروح يعمل في تي اس اتش انهبيشن مؤقتا، فالجلاند اللي كانت تجيبها في الحجم مالها هتصغر شويه. مفيش تفتح الجلاند ده تشيلها ولا لا؟ يبقى ده علاج مين؟ ها؟ الهايبر سيلولز. انا كنت ناوي الحته دي عشان اضافها بعد كده. طيب السؤال الثاني، هل بشيل السيلولز كامله ولا اختار توتال سيلوليكتومي؟ وبسيب حته قد ايه؟ ها؟ حته قد عقل واحد كبير. ليه؟ عشان تطلع ايه؟ ها؟ ثايرويد. تطلع ثايرويد عشان انا ما فيش ثايرويد سيلولز. السؤال الثاني يمكن حد يتفق معايا في الشرح، بتشيل الثايرويد من بارا ثايرويد ولا ثايرويد فقط؟ ثايرويد فقط، لان البارا بتطلع هرمون ثاني الاستنشن في اللايف مالهاش دعوه بيه. ملخص الصوام، ها؟ نلمه بقى، احنا اتفقنا كنا وقفنا على اليود، وقلت كلام انا قلته، اليود في النورمال، لو انا اديتك يود بتعمل فيه ايه؟ هتاخده تخزنه، ده نورمال. طب لو عيان عنده هايبوثايرويدزم، اشرح لي يا دكتور يعني ايه هايبوثايرويدزم؟ واحده اسمها سونيا عايشه في ايه؟ واحد سيوا. عشان واحد سيوا دي ما فيهاش يود، راس بعيد عن سطح البحر، فعندها نقص مين؟ اليود. لكن في اليود في سرعه سونيا قليلين، في سي اتش عالي، في الزجلان كبير، جاي في الشتاء. جلاند كبيرة يا دكتور بس للأسف مش شغال، كل حاجة مين؟ اليود. اليود هيعكس للأسف اهي، اليود هيزيد، في اليود في فور هيزيدوا، فهتيجي تلاقي شايل السبسايز يرجع للنص. طيب نكمل بقى. طب لو واحد بقى عنده هايبر ثيروديزم، طيب نشرح المرض الأول، السيناريو بتاع المرض بيقول إيه؟ ورم في البيتيوتري، اشتغل، طلع مين؟ تي اس اتش. تي اس اتش بتعمل إيه؟ بتزود تصنيع السايز والفرق شمس على الجلاند. فزود الفاز تي سي تي 4 يحاول تي سي تي 4 يقلل السايز يعرف لا من الاورام لو بتوقف عليها قواعد النيجاتيف سبيد وبان فانا هبتدي يا جماعه دي لما بنحاول كده ادينا له يود وجدنا ان اليود بيقف ما بين التي اس اتش وتصنيع التي سي تي 4 على مستوى الثيرويد نفسها كان ثلاثه في الثيرويد لو في يود كتير تقول ايه؟ لا يا جماعه في يود كتير خلاص وقف التصنيع شويه احنا مش محتاجين تي سي تي 4 بس يا جماعه الفكت ده بيقعد كام اسبوع فقط اسبوعين اسمه ايه؟ وولتج شيكوك افكت استخدمته استخدام رائع في علاج الهايبر ثيرويد قبل ما افتح رقبه العين اشيل الثيرويد قد ايه؟ يود لمده قد ايه؟ اسبوعين عشان يخفف من حده الدي للسيرش تمام؟ طيب يا ريت انتوا تذكروا وتاكدوا كده عشان هي معقوله في الكتاب والمذكره بسرعه عشان يكون كده مالناش دعوه بالفلوس كتاب جدا يا حاج
في مادة اسمها لاب اللي خدناها المرة اللي فاتت في أول حصة وشالوها تاني، ورقم 4 الأيوتين الأضواء. رقم 5 الأوتونومي، هي علاقة التيروكس من القمر بالأدرينالين. الاثنين بيشتغلوا كبرجيتر أكشن، الاثنين بيساعدوا بعض ولا لأ؟ خاصة التيروكس هو اللي بيشغل الأدرينالين. يبقى لما أحب أشتغل بالسمباتات، السمباتاتك دايما يقول لك لما اشتغل يزود السيروكسين ولا السيروكسين؟ طبعا السمباتاتك بيزود السيروكسين عشان السيروكسين يطلع يشتغل مع الادرينالين يشده من اجل بعض. يبقى هتلاقي مكتوب لك الاوتونوميك رياكشن او الاوتونوميك، مكتوب لك ان في بيتا سيميوليشن سمباتاتك لو دخلت السوبر ريسبتور هتزود السي سي سي سي. عارفين يا جماعه الاستخدامات استخدام رائع. اي مريض النهارده عنده زياده في افراز السيروكسين وانت بتكتب له على الروشته بتاعتك تدي له ادويه اسمها انتي ثايرويد، يعني انتي ثايرويد ضد تقنيه ثايرويد هتديله فنان الاربع ادويه كاربامازول ثايروسين ثايروسينيز بريكلوريد اللي مش حضر اربع ادويه انتي ثايرويد وخلاص. جمع الادويه دي بتعمل ايه؟ بتقلل تقنيع الثايرويد. تمشي يا منى الروشته بتاعتك اللي هي فاضيه كده؟ لا، مش تقبله ايه؟ بيتا بلوكر. يعني بيتا بلوكر حاجة توقف البيتا ريسبتور اللي موجود على الثايرويد، يمكن افراز الثايروكسين يقل. تمام؟ يبقى الدكتور الشاطر بيدي انتي ثايرويد وبيتا كده اللي بيشرب خالص. تمام؟ تعالى بقى الثايرويد فانكشن تيست تكتب عليها انتي تو عمل. الثايرويد فانكشن تيست انتي تو عمل. انتي تو عمل. بصوا يا جماعة برضه احنا عندنا كام؟ لا فتحة بقى، مش فتحة، دي يا جماعة وظائف الغدة الدرقية كده بالعربي. لما تروح حضرتك يجيب لك واحد بتاع كده في المعمل يقول لك كده ردوا، فانت أول ما تشوف ثايرويد فانكشن تيست تقول له يا ريس ده دي وظائف الغدة الدرقية. طيب هم خمسة، واحد بس سبيسيفيك هو دوت المهم، رقم واحد باقي بلح. وانا هقول لك واحد من عندي. ده برضه ولا مهم. من عندي انا مهم. طيب دول المهم. واحده النهارده جايه تشتكي من مشكله في الثايرويد. انت متوقع تعمل ايه؟ ها؟ هتقيس ايه يا دكتور؟ تقيس 3 وتقيس 4. هتقيس ايه يا جماعه؟ سيروم. ها؟ سيروم يعني في الجرام. تقيس 3 وتقيس 4. كام يا جماعه؟ 3 نانو مول باللتر. امال دوت من 60 ل 160 نانو مول في اللتر. حس راحة. اوعى تقطع. نانو مول. هجيبها لك في الامتي كيو مول. وانت تلبس حرف الكلمة ده مش باين. ساعات عينك مش بتاخد عليه. نانو مول. فاحنا كله بالنانو. طيب. ده المهم. والله لو رجعت في النورمال بتقول عيني فانا ما عملتش مشكلة. بتبتدي تدور عليهم بس احتمال عندك ايه مشكله فين؟ طيب قليلين بس احتمال يكون عندك طيب. طيب النقطه الثانيه مش الكلام ده بس النقطه الثانيه بلح بقى اربع كيسات بلح. واحد هتلاقيه مكتوب لك ايودين باون بروتين. هتترجم هو اليود يا دكاتره موجود في الجسم الانسان طبيعي ماشي كده في الدم لوحده ما ينفعش فعلا اليود دوت ها ايون واي ايون في الدنيا او اي ماده في الدنيا حجمها صغير بتبقى دايما ماسكه في ايه؟ في بلازما بروتين. نورمال هم قد ايه؟ ها؟ من 3 و8 من 10 ل 8 ماشي؟ طيب ايه بقى قصته؟ افرض لقيت الايودين بايند ده زايد او لقيت الايودين بايند بروتين دوت قليل خلاص؟ طيب افرض لقيته قليل يبقى العيان عنده هايبوثايروديزم ولا عنده هايبرثايروديزم؟ ها؟ لو لقيت اليود في الدم بتاعك قليل يبقى عندك ايه؟ هايبر ثايروديزم. بالعقل كده، طب لو لقيت اليود عالي يبقى عندك هايبر ثايروديزم. يبقى الايودين باوند بروتين كلمه بروتين اكتب بلازما بروتين عشان ما تروحش. خلاص اليود اللي ماسك البلازما بروتين. لو لقيته قليل يا دكتوره يبقى العيان عنده هايبو ايه؟ ثايروديزم. طب لو لقيته عالي يبقى العيان عنده هايبر ثايروديزم. صح ولا غلط؟ طيب ثلاثة اثنين قصدي انا اسف هتقيس حاجه اسمها بي ام ار. يعني بي ام ار ده بيزرد ميتابوليك ريت. يعني ايه ميتابوليك ريت؟ كميه الحراره اللي بتطلع من جسم حضرتك اثناء الريتم فيها مطالعه ايه؟
كل متر مربع من مساحه سطح جسمك، كل متر مربع من مساحه سطح جسمك بيطلع 40 كيلو كالوري في الساعه. طلع دي 40 كيلو كالوري في الساعه، مش مفروض كيلو متر، 40 كالوري ده صح؟ حط كيلو قبل السين. طيب حطوا لك بلس او ماينس 15% في الثانيه. يعني ايه؟ هو 15% من 40 دي 15% من 40 دول تقريبا 9 و5 صح؟ يفاجئ حضرتك يا دكتوره لو لقيت عندي تقدر تقول لي ايه؟ 35 دي نورمال، وانا لو عندي 45 انا برضه ايه؟ نورمال. يعني في رينج من كام لكام؟ من 35 الى 45. فانا الرقم لما اديهولك يكون زياده في 15% او ناقص 15% ده نورمال. طب هل يا جماعه تقدر تقول لي ايه؟ طب متوقع يعني انا لقيته عالي يبقى عندي هايبر، ولقيته قليل يبقى عندي هايبر. ليه؟ ما في امراض كثيره بتعالج جدا الميتابوليك ريت، في امراض كثيره بتقلل جدا الميتابوليك ريت، بس مش تعتمد عليه. انت تقول لك ده عالي، اقدر اقول لك ان عندك هايبر، لقيته قليل يبقى عندك هايبر، يبقى عندك امراض ثانيه كثيره. طيب، ثلاثه هيقيس الكوليسترول. يعني ايه كوليسترول؟ الكوليسترول اللي في الدم بيبقى من 150 كده 250 ايه؟ مللي جرام بير ديسيليتر. طيب او بيقول لك ايه؟ افرض لقيت الكوليسترول عالي عندك وعندك هايبر ثايرويد، افرض لقيت الكوليسترول عندك قليل عندك هايبر ثايرويد. يا سلام. طب ما ممكن تكون الكوليسترول عندك عالي مش عندك هايبر ثايرويد، ممكن بيض يعني بيض مليان من الكوليسترول صح؟ يبقى يا جماعه سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ نون سبيسيفيك بلح مش عارف تديله اهميه يعني، عاملين كده ورقمين وخلاص. طيب التست الاخراني مكتوب لك ايه؟ راديو اكتف ايودين ابتيك. بص يا راجل، مش احنا اتفقنا في الاتباع مبدئي يا حرش، مش احنا اتفقنا في الاتباع مبدئي ان الثيرويد جلاند بتطلع شويه مواد اسمها ايه؟ يود. لو لقيت يود موجود في الدم يبقى تعمل فيها منه تاخده وتخزنه كله في مين؟ ها؟ في الثيرويد. طب خدت اليود وخزنته في الثيرويد تمام؟ انا عايز اشوف بقى الجلاند بتاعت المريض، هل فعلا انا بديها يود بتاخده وتخزنه بتصنع منه، ولا هي عندها مشكله في الايودات بامب كمثال؟ فده يود مشاع، دي يا دكاتره يود مشاع. ليه يود مشاع؟ حد يعرف يقول لي؟ عشان اعرف اقيس، عشان اعرف اقيس. اكسجين المشاع لما بيدخل جوه الثيرويد، لو جيت صورت الثيرويد هتلاقي الثيرويد بتنور. مريض المشاع ده ايه؟ بيطلع اشعاع، يبقى انا هجيب مريض. غلط، هسيب يود مشاع بكميه معينه. لو كان نورمال هيمتص 4% من الكميه اللي بتتسال. عايز اقول 100 مللي جرام بيت مشاع هيحط 3% فقط 4 وده ينزل في اليورين المسكوت. طب انا ريح لا رقبته منوره. طب هل هو كان عنده هايبر ثيروليزم؟ العيان عنده هايبر ثيروليزم مسروع على اليود ولا لا؟ هتزيد بكميه كبيره هتبدا الثيروليزم تنور اكثر ولا لا؟ فهتلاقي عنده الابتيك 25% من الكميه اللي بتتسال. طب عنده هايبر ده غير ده خالص، بياخد الى كام بالميه؟ يمكن اقل من واحد. الفيروس ريديو اكتف هيدينها فين؟ هو بيدور على حاجه واحده ايه هي؟ ان الجيلان بتعرف تاخد اليود ولا ما بتعرفش تاخد اليود؟ لا النورمال ان الجيلان بتاخد كام في الميه؟ 4. طب الهايبو 1. طب الهايبر 25. لا الجيلان ده بتنور، دي مش عامل زي ايه؟ اكيد زي بتاع تصحى كده بالليل هي ضلمه في حاجه ما بتنور، الحاجات مش عارف تبقى كده. في كاميرا بتصور الايه؟ التليفون. طيب يا دكتور يعني انا ان شاء الله اتفرجت النهارده او جالي جوابي لما انا امسك الوظائف الثيرويد الاقي ايه فقط؟ دي 3 ودي 4. وهل دول مالهم؟ بلى. يعني المختصر المفيد كلمه 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 رقم. ما تهتمش بيه، انت مجهودك عايزين نوفره من البدايه. خش بقى في اللي جايه دي. دي بقى يا ريس شوف اللعبه بقى بتاعت الكليه بتعمل ايه. الحته اللي هقولها دي موجوده في كتاب العمل. السيرفي فيها النص. بص انا بقول لك ايه؟ ركز كده يا فندم عشان الحته دي جت ورا قبل كده والناس مش عارفه تشيلها مش بتجيبها. بص يا فندم دلوقتي مريض عنده زياده في الاضطراب الثيروك. مين اللي يقول لي الاحتمالات بتاعت الزياده؟ بص يا دكتور انا هقول لك احتمالين وانت كمل. مش دي الدليفري والهايدو فارما صح؟ افرض يا جماعه طلع لي الورم مطلع لي فيه ستيتش ده ورم في البيتوس تمام؟ دي ستيتش هيزيد ها؟ دي 3 و 4 هيزيدوا صح؟ يبقى ده شكل المريض.
هل يا دكتور عماد ينفع تي سي في كل ازاله ترجع اقول له تي سيتش؟ قال لا يا دكتور عشان مفيش نيجاتيف فيدباك على الاوراق. طب الاحتمال الثاني قلناها احنا قبل كده الثيرويد نفسها الثيرويد ايه؟ نفسها هي ابر طلع فيها ورم الورم ده يعمل ايه؟ هيزود مثل تي 4 بس خد بالك بقى تي 3 وتي 4 يروح على البيتيتور يعملوا فيها ايه؟ يقللوا تي سيتش. طب تي سيتش لما يقل هل تي 3 وتي 4 هيرجع يقل له؟ لا من هو قايل فين؟ من ورا دايما يا جماعه البدايه هي اللي مش بتتغير بمعنى ما ورا طلع تي سيتش ها تي 3 وتي 4 مالهم؟ هيطلع هل تي 3 وتي 4 لو راح على البيتيتور يعمل فيها ايه؟ تي سيتش هتقول له ايه؟ ما اعرفش. طيب طلع النهارده ورم في مين؟ ها؟ في الثيرويد. ورم في الثيرويد طلع مين؟ في 3 في 4. في 3 في 4 هيروح للبيتيوت يقول ايه؟ قال لي في 3 في 4 بس هل 2 في 3 لما يجي في 3 في 4 رجع له؟ لا لا ليه؟ في 3 في 4 طالعين من فين يا جماعه؟ من ورا. والله لو لقيت المريض المشكله في البيتيوت المشكله مش في الثيرويد يعني بسمي المرض ده برايمري هايبر ثيرويدزم. طيب لو كانت المشكله في الثيرويد يعني ايه؟ لو كانت المشكله في الهايبر ثيرويدزم بسميها سكندري. لو كانت المشكله في الثيرويد سيلف بسميها برايمري. هايبر ثيرويدزم. عارف بقى الكلام ده ايه؟ دلوقتي يا جماعه لو عندي مريض عنده هايبر ثيرويدزم بس في سيلف يكون عليه فانت حضرتك هتسال ثلاث اشخاص قول لي يا دكتور هو ده برايمري ولا سكندري؟ المشكله في البيتيوتري ولا المشكله في الثيرويد ستيج؟ كله بقى ولا يهم انا هيسال مين؟ في ستيج. والله يا دكتور لو في ستيج طلعت قليله يبقى المشكله فين؟ في الثيرويد. طب لو في ستيج طلعت عاليه يبقى المشكله فين؟ بيتيوتري. يبقى انا يا جماعه البرايمري هايبر باراثيرويدزم السكندري هايبر باراثيرويدزم امشي معايا سهم سهم اتصالك لوحدها. دلوقتي عيان عنده زياده في البرودكت ثيروسيس عندي كام احتمال؟ مين؟ قولوا بس معايا عشان الموضوع يتفك. المشكله في مين او في مين؟ المشكله في البيتيوتري او المشكله في الثيرويد نفسها. طيب ورم في البيتيوتري طلع تي ستيتش. تي ستيتش يعمل ايه؟ يزود تي 3 وتي 4 هتم المرض ده سكندري هايبر ثيرويد. سكندري يعني نتيجه المشكله في البيتيوتري يعني. طب التي 3 تي 4 اللي طلع يتضرر على تي ستيتش؟ لا لا ليه؟ لان ده طبعا من تيومر مش مطبق عليه. طيب عيان تاني كده النهارده عنده ورم في مين؟ في الثيرويد. الثيرويد هتطلع في 3 تي 4 لوحدها ولا قام حد لوحدها؟ طب لما في 3 تي 4 يطلع اعمله على الستيتش بتاع البيتري النورمال بيقولوا ايه؟ لما في ستيتش يجي يحاول يقلله يقول له ما اعرفش عشان تيجي طلع من ورا ماليش علاقه بيه. يقول لك اسميه برايمر ولا سكندري؟ اسميه برايمر. طب يبقى ازاي تفرق بعد كده ما بين البرايمري هايبر ثيرويد والسكندري هايبر ثيرويد؟ هتقول ايه؟ هيجيب دي ستيتش. لو لقيت عنده نقص زياده في تي ستش يبقى سكندري، لو عنده نقص في تي ستش يبقى برايمري. طب مين الشاطر اللي يقول لي لو عملت الهايبو ينفع يجيب لي الهايبو؟ انا مهتم بالنقطه دي لان هي جت سؤال قبل كده. مين الشاطر اللي يقول لي لو عملت الهايبو؟ لا ها؟ والله انا مش فاكر. وقال مين؟ ثيرويد. يلا يا شباب دلوقتي انا عندي نقص في مين؟ الدي اس اتش. يبقى المرء العيان اللي جاي لي النهارده عنده هايبو ثيرويد عنده مشكله هنا في البيتيوتري. طب ليه في موندو والكلام الفارغ دوت؟ البيتيوتري متضمره. ده عنده دي اس اتش ولا ما عندوش دي اس اتش؟ ما عندوش. طيب المشكله الثانيه ده طبعا كده ما عندوش دي اس اتش ولا تكون. ده بقى عنده ديستراكشن في الجلاند نفسها يبقى مين اللي هنا؟ تي 3 وتي 4 قليل يروح لمين؟ تي اس اتش. تي اس اتش يطلع يا جماعه طبعا مصلحه الجلاند مش موجوده اساسا صح ولا لا؟ يبقى انا عندي دلوقتي مرضين اسمي ده برايمري طالما في الجلاند يبقى برايمري هايبو ثيرابيز ده اسمه ايه؟ ها؟ سكندري هايبو ثيرابيز. يبقى برايمري هايبو ثيرابيز اخبار تي اس اتش ايه؟ عالي. طب في السكند الهايبو اخبار تي اس اتش قليل. يبقى يا جماعه يقعد يعلى يعلى ومش عارف يعمل حاجه، يقعد يعلى 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 ومش عارف يعمل حاجه زي ما امام بتقول. اذا تي اس اتش يعلى ما عملش حاجه. خد بالك بقى، بدل ما تكتب كده عندي هايبر وعندي هايبر. قصدي عندي هايبر برايمر سكند برايمر سكند. بترسم الرسمتين دول كده. واهم حاجه ان
سكن هاتي ستش قليل هاتي ستش عالي يعني الزواج من المهمين كيف في الطاقة اللي صار لي ريال الآن تيرويد هرمون مين بقى اللي هيتجوزني؟ تيرويد هرمون الست الموجودة في الناس التيرويد هرمون الست يا دكتور ار نيوكلار صح؟ ان احنا خدناه في اول اندوكراين خالص هذه الخلية اهي يفضل خلية بتاعت الهار تمام ها هيدي التيرويد اهو 3 و 4 هيعدي السيل ميمبرين لحد ما يوصل للنيوكليير تمام وهيقابل مين هناك يا دكاتره الريسبتور بتاعه على فين ها على الدي ان اي خلاص هيزود ايه بقى هيزود الترانسليشن والترانسكريبشن بتاع الام ار ان اي والكلام بتاع الام ار ان اي يبقى الثيرويد هرمون ريسبتور ار نيوكليير موجود فين بالظبط على الدي ان اي ايوه الثيرويد هرمون ريسبتور ايوه الثيرويد الكومبلكس نشاط الدي ان اي طب بايو طيب معلوم زود تصنيع الام اي ار ان اي ده كلام مستهلك خدناه انا بقى الكلام الجديد معانا الثيرويد هرمون ريسبتور 2 تايب ده المهم هي مكتوب لك اتش ار تي 1 صح اتش ار تي 2 ده تي ار ان اي تي ار ايه بقى واحد واثنين وثلاثه يعني ايه اتش دي هيومن ثايرويد ريسبتور هيومن ثايرويد ريسبتور رقم واحد وهيومن ثايرويد ريسبتور رقم اثنين تمام ملهاش قيمه يعني ترجمه ترجمه مش بتفرق واحد او ايه هي هي اثنين او بي خد بالك بقى واحد او ايه ده موجود في كل الجسم امال اثنين او بي ده موجود فقط في حرف البي البيتيوتري والبرين بنعلم عليه ورقم اثنين دوت او بي موجود في البيتيوتري والبرين او الفا يعني فهو ممكن يجي لك ساعات كده يوم الثيرويد ريسبتور رقم واحد يوم الثيرويد ريسبتور رقم ايه يوم الثيرويد ريسبتور رقم الفا هي اي حاجه يوم الثيرويد ريسبتور رقم 2 او بيتا او بي اي حاجه اهم حاجه ان الحرف البي دوت اللي هو البيتا موجود فينا دكتور في البيتيوتري والبرين بينما الالفا ده موجود فين؟ في كل الجسم. تعالى بقى طب ايه هتفرق فين؟ بص اسمع ركز معايا وعايز ترسم انا هرسمها لك دي مهمة. يا ربيع كان حي اهو. ادي الثيرويد بتاعك. ادي عظم مثلا سخون ركز معايا بص في ثيرويد اهي اللي لسه دي ثيرويد ثيرويد بتطلع من اسمه ايه؟ دي 3 و 3 4 تمام؟ ادي العظم وادي العضلات بتاعته الفرق والعظم كل اعضاء جسم الانسان ما عدا البرين والبيتيوتري عليهم من ايه؟ من هيك تي ار الفا من اتش ها تي ار الفا يطلع التيروس اللي اشتغل عليه مش كده؟ طيب مش في 3 في 4 هم لازم يدخلوا فين؟ هنا في الكومبلكس عشان حاجتين علشان البرين صح البرين مسؤول عن ايه في البرين هو عن المايلينيشن وعلشان يروحوا للبيتيوتري مين يقول لي ليه يروحوا للبيتيوتري؟ عشان يعملوا الميسج صح ولا غلطان؟ النهارده جالك طفل مريض ان عنده مشكله مش فاهم معايا عنده مشكله في الريسبتور اللي هو تي ار بي تداوم ده ضايع ضايع قول لي يحصل له ايه؟ اشرف هيرفع ايده البرين اخباره ايه؟ دكتور البرين بتاعه ده هيبقى عنده مشكله ما هو مشكله ما فين؟ في البرين المشكله الثانيه امالها في اذن وطول ان السي تي يو سي 4 يجي يسمعوا يخشوا في البيتيوتري ويحاولوا يقللوا الفري ستيج هيعرفوا يعملوا نيجاتيف فيدباك ولا مفيش نيجاتيف فيدباك يبقى مين هيدمه يعلى؟ تي اس اتش يبقى المريض لما تيجي تاخد منه عينه دم اخبار التي اس اتش بتاعه ماله؟ عالي طب التي اس اتش لو عالي هيعمل في السيوكسين هيدمه تزود اخبار التي اس دي وتي 4 يبقى الطفل ده دماغه مضروب مخه جنب مخه ضايع مخه بتاعه بس التي اس اتش بتاعه عالي ولا لطيف؟
عالم هل بيحصل له سبريشن يعني سبريشن لا قال لي في ولا ما بيجيش ما ينزلش طب الاستريس بتاعه هيعمل ايه هيركب على الاثنين يروحوا فين على العضلات والاعضاء الثانيه بيشتغل ولا لا يبصص ده لما تيجي تستني هتلاقي هايبر اكتيف يعني هايبر اكتيف شغال بيجري وصاروخ وواد بص لو تجري منها من بره الثانيه يجيب جري لكن مخه في البلاله خالص ليه ما عندوش بريني اكتيف هنسميها attention depression hyper active disorder attention يعني ايه تركيز depression قليل مخه في طوال لكن hyper active impulsive مندفع لكن بص attention عارف ده هم دي بتبعده يروح يشتري لها حاجه يروح يشتري جبنه قبل ما هي تكمل الكلمه يكون هو في المحل ما مش بيركز يروح للمحل واجي له عايز اجيب جبنه راح ايه يرجعها تاني يوم فهم لسه كل جبنة دي مختلفة كمل الكلمة اللي بعدين يكون دي راح المحل جاي attention efficient hyper active وات هايبر اكتف صاروخ لكن مشكلته التركيز بتاعه مندفع انغلط عارفين يا جماعه في الامتحان اللي انتوا فيه ساعات بيجي لك attention efficient hyper active تقعد تشوف السؤال تك 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 يا ابني استنى هو اللي تك 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 ما قالش السؤال تك اصلا ما قالش ما قالش ما قالش ما قالش ما قالش وكل اللي بحبه بعرفه قلت ليه؟ ما عندكش تركيز. الفكرة؟ يبقى المشكلة الريزيستنس هنا، مين اللي كان ريزيستنس المستوى الشغال؟ البرين وال بالتيوتري، عشان كده بنسميها بالتيوتري ريزيستنس. يبقى الريزيستنس ريزيستنس. المشكلة إن في تي سي فورمال من الصورة بيطلعوا ها نورمال، بيشتغل على كل الأنسجة لأن الألفا سليمة، بس مشكلتها فين؟ في بيتا. طب هي بيتا دي موجودة فين؟ موجودة في البرين وال بالتيوتري. يبقى الأتنشن بتاعه ضايع، ضايع. والبتيوتري هتطلع ايه ستيتش تيروكس اللي يروح يعمل لها انيميشن مفيش في ستيتش طلع تيروكس اكثر فاكتور يبقى العيان لو عملت له تحليل اخباره ايه في ستيتش عالي في ستيتش في فور عالي طيب النوع الثاني اكيد احنا زي ما ضغطنا البيت هنضرب مين ها الارض هي الارض لو ضغط مين هيحصل له ها اول حاجه البرين والبتيوتري فيه مشاكل لا نورمال بس المشكله كل ما التيروكس يروح على الانسجه بتاعتنا العضلات والقلب والكلام ده يعرف يشتغل ولا مفيش ريسبتور هناك؟ مفيش ريسبتور علاج ولا لا؟ العين ده محتاج ايه؟ ده محتاج هاي دوز اوف تيروكسين صح ولا غلط؟ ان الريسبتور مضروب فالريسبتور مضروب فانت هتحاول تديله تيروكسين بكميه كبيره يمكن الريسبتور يشتغل طب اسميها دي بتيوتر ريزيستنس ولا بريشر ريزيستنس؟ اسميها بريشر يبقى انا عندي ريزيستنس نوعين بتيوتري لمشكله في البرين ولا بتيوتري بيتا ولا الفا بيتا بريفرال المشكله في الفا ريسبتور شغال ولا بايظ بايظ بس في كل في كل يطلع بيشتغل يا جماعه مش عارفين يشتغلوا مش عارفين يشتغلوا فالطفل يبقى عنده شكل هايبو ولا هايبر الطفل كل اعراضه تدل ان هو عنده هايبو ايه سايبو ديب ينفع نعالجه السيروكسين اه بس الجرعه كبيره وصلت يبقى عندي بريفرال و بتيوتري ريزيستنس اوعى يجي لك سنتر ريزيستنس بالصح السنتر دي هتبقى مين؟ البتيوتري هي هي والبريفرال هي الفالو يبقى البتيوتري في حرف البيتا هي البرين هي السنتر مصر دي 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 في حاجه اسمها دويتا صح؟ العلاج بقى يا جماعه بتاع الثيرويد ده صرف 500 في علم الوجود. دكتور معنى علاج ميديكال علاج سيرجيكال ميديكال يعني ادويه سيرجيكال يعني جراحه الوليه ام كلثوم عملوا لها بين الشعاع تمام؟ تعالى نشوف الاحتمالات واحده ثيرويد كبيره طيب هنعمل ايه؟ دي انتي ثيرويد دراج ايه هم انتي ثيرويد؟ عد معايا ثيرويد ثيرويد كربامازول انتي بيزلوريد ينفع يا دكتور اللي بس انتي ثايرويد ولا بندي معاه منها؟ بيتا بلوكر بيتا بلوكر عشان البيتا الريسبتور موجوده فين؟ في الثايرويد طيب وليه جت لي بقى مش نافع معاها العلاج؟ تاخد كربامازول تاخد وتبقى فوضى مش عارف تتعالج هنفتح ينفع نشيل الثايرويد ولا الارض اللي هيضرب دم فين؟ ها وسط العمليات والعيال هيموت فيه ونزيف يبقى الحل تحاول تقلل مين؟ ها تحاول تقلل الثايرويد دي طب ادي بتاعتها يوز ما
لمدة قديه قبل العمليه؟ اسبوعين. اسمها وورد تشيكوف افكت. وورد تشيكوف افكت. طيب الروايه ام كلثوم بقى ده نفع معاها ادويه؟ انا عايز استخدمها ولا هينفع معاها جراحه؟ ليه؟ اصل انت بتفتح هنا في نيرف كده بيلف حوالين الثدويه ده ان شاء الله اسمه ريكارنت لارينجيال نيرف. مكتوب؟ بيلف حوالين الثدويه كده. طب وانت بتشيل الثدويه وانت بتفتحها انت بتقطع النيرف اصلا ايه؟ ريكارنت لارينجيال يعني بتاع ايه؟ لارنج. سيبتهم كلثوم حاجه يعني كوكب الشرق ضيع لها البتاع الثدويه دي ده بتاع عين ده انا بحوظ على فكره انتوا بتوع كلثوم عشان تخافوا من الضار. انا عايز اصطلح انا عايز استخدمها. مكتب بتجعر وتنعر حتى تحتين ازاي؟ فالولية ليه؟ حتى تحتين بعمر تحتين 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 حتى تحتين تحتين وحش ده غالبنا احنا مش صعب المهم وجات من اول تاني عظم على عظم قالوا لها ايه بوك تولية خسات روسيا انا تحس بيتي خلاص هديك ايه؟ بيوت مشاعة ليه؟ امالها تقول اصل يا روسيا الولية بتحب مين؟ بيوت اول هتاخد البيض المشاع الغبي ولا تيجي تخزنه البيض المشاع الغبي يتفتت جواك الصرف ريديو اكتف ايوديم اكتف ممكن ريديو اكتف ايوديم اكتف يعمل مشاكل ايوه ده كانسر بس ايه مش هتوصل التفاصيل كمان جويتر انت مع جويتر برضه شفوي يعني ايه جويتر؟ اي انسان عنده تضخم في الثيرويد بس بشرط ما يكونش التضخم ده نتيجه الورم او التهاب يعني ما انت ممكن طبعا تبقى ضخم طبعا كبر طبعا ده كبر ليه؟ حصل في التهاب طب ايه؟ طبعا ده كبر ليه؟ في ورم في اي مصيبه تقول في كورن بودي في اي حاجه تمام؟ برضه كل جسم الانسان كده لما بنيجي نقول امراض الحاجه اللي بتكبر اي اورجن يا ورم يا التهاب الثيرويد بقى اي حاجه تكبر الثيرويد غير الورم والتهاب بتاع دويتر مين يرفع ايده ويقول لي انواع الدويتر ايه؟ نوعين يا دكتور نوع اسمه سيمبل يعني سيمبل ده اكتب جنبه بتاع سونيا اللي عايشه في حياه زي ايه؟ 1-0 سونيا دي كان عندها ايه؟ عندها نقص في الايمون طيب مين اللي زاد؟ ها؟ مين قال؟ T3 و T4 مين اللي هيجيب كده؟ PSH بيزيد على الفاضي يبقى الجيران دي مالها؟ على الفاضي منفوخه على الفاضي على الفاضي مش شغاله اساسي طيب ده الاحتمال الاولاني اسمه سيلو النوع الثاني اسمه ايه؟ الدوستامينج مين يرفع ايده ويقول؟ ففي المره اللي فاتت لما خدنا ماده اسمها لاب لونج اكشن ثيرويد ستيميوليتر هتمسك مين؟ هتمسك الثيرويد دي اس اتش ريسبتور بتاع الفرس كبر في الجنان ولا لا؟ يبقى سبحان الله ممكن يا مان في لحظه الثيرويد تشوف لك الحاج تقوم بايه؟ تتلخبط هل هي يا دكتور زياده ولا نقص؟ هتقول لها ايه؟ على حسب ناخد عينه ونجيب الفكره يبقى يا جماعه انت المفروض لو جالك جويتر في الامتحان تكتب مش تكتب مش تكتب مش تكتب مش تكتب مش تكتب مش هتشرح تحت الديسارموس الهايبر ثيرابيزم كله وتحت السيمبل تشرح الاكسديما على الاقل صح؟ مع الاكسديما اذا العيال عندها تضخم في الثيرويد يبقى على نقص فيليو نقص فيليو مفيش تكتب في فور فاكيد تكتب معايا تمام؟ يبقى السؤال ده لو جه هيودي في داهيه لان طبعا الماجستير والدكتوراه هيجي لك تشرح ايه؟ الثيرويد كامله تشرح هنا المسلمين كاملة تمام؟ هو بيجي لا مش هيجي انا بقول لو جه خالص هو كده انتهينا انتهاء كامل من الثيرويد فولي كيلي ده دكتور في هرمون تاني في الثير والكالسيتامين يطلع من ساعتها عمارة دي يا جماعة اسمه ثيرويد كالسيتامين ثير وكالسيتامين ينفع دول ثير وكالسيتامين من غير ما يجيب الكالسيوم وهل يجوز يجيب سيرس الكالسيوم من غير الباراثيرويد؟ فالثير وكالسيتامين بيدخل جوه الباراثيرويد في الشرع فاحنا نبتدي بالباراثيرويد وبعد كده ندخل الثير وكالسيتامين ده عمل للسبب ده غير الصفحه بس المفروض تساعدوني يا دكتور احنا هنجيب الفيشه النهارده عشان فاضي عشان فاضي نعم على الفاضي ولا هي كلام مش شغاله البارا واحد الاف مساعد بره الثيرويد الانابلي انت لو خلعت الثيرويد خلعتها اطلعها على الرقبه كده بيتر سلاي عامل زي الفراشه تقلبها من ورا هتلاقي هنا في كوره فوق هنا في كوره تحت هنا واحده كمان وهنا واحده كمان ونربط البارا الثيرويد عندي اربع بارا ثيرويد بلان امبيدد امبيدد يعني حطانه في البوستيريور سيرفيس اوف
قلب الدنيا بيطلع هرمون واحد بس، يعني اربعة دول بيطلع هرمون واحد بس اسمه بارا تيرويد هرمون، ماشي؟ او رسم تاني بيطلعوا بارا هرمون. طيب الجلاس دي اسفنشر فول لايف، يعني ايه فاكرين احنا الوليه اللي احنا شلنا لها الثيرويد الحته اللي فاتت؟ عارف انت لو فكرت تشيل الصباره الثيرويد مع الثيرويد تعمل لك بتديها فلوس. تخيل لما كلمة اسفنشر فول لايف عشان نجمع الجلاند اسفنشر فول لايف او اللي احنا عاملينها النهارده مين؟ الباره ثيرويد. دي بقى الباره ثيرويد اسفنشر فول لايف هي مسؤوله عن تنظيم الكالسيوم في الدم. طيب ليه مشكله الكالسيوم؟ عايز الكالسيوم فين؟ اصل يا دكتور الكالسيوم لو قل مين هيدخل جوه الخلايا بسهوله؟ الصوديوم. ثبت لما قعدنا وقلنا ان الكالسيوم واقف يتنطع على قنوات مين؟ الصوديوم. يدخل مين؟ الصوديوم. الصوديوم لو دخل يزود ازاي؟ طب ليه بنقللها؟ يزود. طب الجلوكوز لو زادت انا هنبص هعمل ازاي؟ سكني وبعد السكني هيجيب كونتراكشن في الجلوكوز المصل والسبايرات المصل والسبايرات في الفيلر والمين. اعصاب من دي تتكي على الله السلام عليكم مات عشان تشيل له البارح. طيب نبدأ بالعادة بتاعتنا نتكلم بقى على ريسبتور اند فانكشن اند ريجوليشن ار نظري. ريسبتور والفانكشن اند ريجوليشن ار نظري وريسبتور اكثر في الام سي كيو. والله احنا عندنا سوليتين بارا تيرويد ريسبتور رقم واحد وبارا تيرويد ريسبتور رقم اثنين. البارا ثيرويد ريسبتور رقم واحد موجود من التلبون والكدني وعايز تزود الانتستين، مسؤول عن وظيفه ريجوليشن اوف الكالسيوم اند كوستين. بيشتغل ازاي؟ عن طريق ان هو بيزود السايكليك اي ام بي. كلام مستهلك خدناه بالاسم. طيب رقم اثنين، رقم اثنين ده موجود في الهارت، موجود في البرين، موجود في البلاد بريدر، اي حاجه تاني حاطط فيها اشهر منها في البنكرياس حاطط دي في البلاسينتا حاطط دي تاني دي حاطط فيها شوفها دي مش حاطط دي بينا لا يا عم بس وبص كده تبقى دي دول بقى لحظه ماشي بيعمل ايه؟ كارديو باسكولار اكتيف كارديو باسكولار اكتيف. ماشي لما ناخد بقى الاكشن بتاعنا هنفهم يعني ايه كارديو باسكولار اكتيف. طب نبدا بالاكشن. الاكشن بتاع الغلط في المود ستة صحصح بقى معايا صحصحوا معايا صحصحوا معايا هي بسرعه لو الدنيا يبني الانسان نورمال هيعمل ايه بالليل؟ هيتقدم له نقص. امال لو الدنيا يبني الانسان عنده خايف من الانسان والله يا دكتور لو كان عنده نقص في اليود، اليود هيتظبط بس كتير دكتور هيعلو بس الدش هيقل فالجهاز ترجع للنورمال خالص. ويا دكتور لو ادينا اليود لعيان عنده هايبر ثيروديزم هيقلل خصوصيه اليود لمده قد ايه؟ اسبوعين. اسمها يا مان حاجه كده بروتوكول شيكوف تكات شيكوف يا كده ولا شيكوف وشيك تمام؟ طب نعالج العيان عنده هايبر ثيروديزم ازاي؟ طب توتال ثيروديكتومي يعني ايه توتال ثيروديكتومي؟ ازاي الثيرويد كامله ولا باستثناء الاولى؟ باستثناء الاولى تمام؟ طيب ويديله ايه المريض دوت؟ ها؟ يديله قولها قولها بصوره ثانيه قولها؟ لا قولها مفيش النهارده تعالى بس افهمك المواعيد بكره تاريخ الوقت مفيش النهارده ايه؟ بكره 7:30 او 1 لا النهارده كنت بتحفظ بس انا ما بفهمش في مراجعه النهارده الساعه 3 كابتن اكيد تيجي للدفاع دي نكمل 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 ماشي ثلاثة 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 ما تنسيش ولا جرب احط فيكم ما تنسيش تيجي تتكلم مع فندم يعني طبعا مبسوط يعني طبعا مبسوط يا حاصل هجيب لكم ثلاثة وثلاثة يلا أول ثلاثة فانكشن غمض عينيك وقول الثلاثة الأولانيين فاقدين بالكالسيوم والكالسيوم. بص قواعد عامة البارا هرمون يلي مش مركز يعشق الكالسيوم ما تقدرش
الباراثرمون بيموت في الكالسيوم. الهدف من الباراثرمون يعمل في الكالسيوم يزود الكالسيوم يزود الكالسيوم يزود الكالسيوم. طب الباراثرمون وانت معمر هيك يعمل في الكالسيوم بيزوده في الكالسيوم. يزوده ازاي؟ بثلاث طرق. واحد قبل ما يبتدي يزود ازاي يقول لك ايه؟ حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفات يساوي كونستانت. يعني كونستانت ثابت اسمه ايه في البايو سيلوبيليتي؟ كونستانت يعني سيلوبيليتي الذوبان. اصل لو حضرتك الكالسيوم زاد لازم الفوسفات يقل، لكن لو تنزلوا مع بعض هيرسبوا بعض ويقول لك في الدم والكلى عمال تحفظ. يبقى لازم ايه يا جماعه؟ كالسيوم يزيد الفوسفات يقل، كالسيوم يقل الفوسفات يزيد، لكن الاثنين يزيدوا مع بعض او يقلوا مع بعض يعملوا ايه؟ يترمسلوا. مش تبقى عطا تصلها اكثر من دول. تعالوا شوف يعملها ازاي. فانت عايز تقول لي الكالسيوم يعمل ايه؟ اجي ابص اروح على البول اكسره، اروح على الانتستين اخد، اقول للكدني خلي عندي الدم مش نزل الكالسيوم في البول، صح؟ يبقى ثلاثة اكشن اهم بخطوة. اروح على البول اكسره، اروح على الانتستين ازود، اروح يا دكتوره رانيا على الكدني لا لو سمحتي ما تنزليش الكالسيوم في اليورين. يلا يا راجل مين اللي يعملها بقى معايا؟ العظم وظيفه الرئه على العظم. الرسمه دي مهمه. بص يا سيدي، العظم عباره عن ايه؟ انت خطرت الاستوديو ما تفهمش والله. عباره عن شبكه. الشبكه دي عباره عن ايه؟ الشبكه دي عباره عن كولاجين. ها؟ جوه هنا ايه؟ في هنا كريستال وكالسيوم اند فوسفيت. كريستال فوسفيت ده فاكره كالسيوم واحد فوسفيت. كالسيوم اند فوسفيت وفيها شويه مادة. المادة دي عباره عن هيالو يورينيك اسيد. يلا يا جماعه لو عايز الحق، يا جماعه لو عايز اكسر العظم واطلع الكالسيوم هعمل ايه؟ في خليه هنا واقفه كده بتخانق متوحشه. ما هي الخليه دي؟ كالسيوم لا يوسف كلاس دي هتطلع اول انزيم عنده اسمه كولاجينيز، صح؟ يكسر الشبكه. ثاني انزيم عندي اسمه هيالو يورينيديز، هكسر الهيالو يورينيك اسيد. ثالث انزيم عايز يفتت الكريستال دي اسمه الكالاين فوسفاتيز. يبقى الباراسيتمون هيمسك على السيستم بتاعه في الاوستي بلس هيعمل لها اكتيفيشن، هينشط كام انزيم؟ ثلاثة يومه كولاجينيز هيالورينيز ثلاثة أسرائيل في السبيل هيفك الكريستال. الكريستال ده عبارة عن إيه؟ كالسيوم واحد فوسفين الاثنين مع بعض كده هيزيدوا في الدم. هل يجوز؟ أزود اثنين يبقى لازم أعمل في الكدني تكملة. آخد مين وأرمي مين؟ آخد الكالسيوم ولا فوسفات باي باي؟ ده في اليوم الخطوة اللي جت تبقى إيه؟ زود أنت حضرتك عندك الهيالورينيز ده اللي هو هيزود البون أبزوربشن باي اكتيفيتي اوف اوكسي بلس دي من رواليزيشن في الزبون هيزود الكالسيوم ليفل باي اسم الكالسيوم انزايم. ها كل ده جنيز ماشي الهيبت كولاجين سيستم باي كولاجينيز ماشي اكتب بقى حضرتك هيالو يورينيز اند الكالسيوم فوسفاتيز. هيالو يورينيز والكالسيوم فوسفاتيز غير الجنزير والكلام في الشديد. بص يا باشمهندس البون واحد هنشط الاوستي كلاس. الاوستي كلاس هتشغل ايه؟ غير الجنزير الكلاين والشديد ثالثه كل جنين. سؤال بقى على بعض الحكايه دي على بعض اسمها ايه في الاستراتيجي؟ بون ريزورشن صح؟ بون ايه؟ ريزورشن. من يساعد الباراثرمون على البون ريزوربشن؟ اللي تخيل بقى الفجأة فيتامين دي واللي بيمنعه عن الشغلانه دي الكالسيتونين. شوف اتفضل فيتامين دي اللي احنا كنا بناخده في البايو اللي بتاع العظم الحلو والحاجات كويسه دي العيال الصغيره يساعد الباراثرمون على
البون ريدكشن اضف الى معلومات الجديده النهارده ان عمليه البون فورميشن عمليه دايناميك كل يوم بتكثر وبتبني كل يوم بتكثر وبتبني مين اللي بيكسر لك البارس هرمون وصارت مين الفيتامين دي ومين اللي بيبني لك الفيتامين دي لوحده مش تكسرنا مش لازمه يبقى انتوا كان عندكم مشكله دي البون دي حاجه بتاعتك لا يا جماعه البون ده دايناميك بيكسر واحد ويتبني يبقى ملخص البون 10 دوت بلس هي الريميز كل جينير بواسطه فيتامين دي ومين اللي بيوقفني على عمل الكالسيوم تعالى شو على البيت الوظيفه الثانيه على البيت مين يرفع الدهون البارس هرمون هيؤدي الى زياده من تضمين الكالسيوم بواسطه فيتامين دي يبقى فيتامين دي ماشي معاك لحد دلوقتي يساعد في تكسير العظم يساعد في امتصاص ايه؟ ها؟ الكالسيوم من البيت الثالثه على كدني بقى ركز معايا عشان فيها شويه مشاكل صغيره اتفقنا احنا زودنا هنا دلوقتي الدم كالسيوم واحد فوسفين عمال هترد عليا تقول لي يا دكتور لو سمحت لما الدم يخش في الكليه ويحصل له فلتات هتعمل ايه ابزورشن مين فقط؟ كالسيوم وتسيب مين ينزل في اليورين؟ الفوسفين بص ازاي بقى؟ تعالى بقى على النجم اهو هو ليه اسمها ايه يا جماعه الانبوبه الاولانيه؟ روسمان كونديوتيد تي بي او دي اسمها يا جماعه الاغنيه ليستر كونديوتيد تي بي بص يا سيدي البارس هرمون هيعمل حاجتين مين اللي ماشي هنا جوه؟ كالسيوم 1 فوسفين هناخد في كده ان شاء الله ان الكالسيوم بيحصل له ري ابزوربشن في البروستا من غير هرمونات خالص غير ايه؟ هرمونات خالص مش هدعوا بيه والفوسفات برضه بيحصل له ري ابزوربشن في البروستا من غير ايه؟ هرمونات مين يجي هنا ويقول لك اوقف البارس هرمون يبقى البارس هرمون هيمنع امتصاص الفوسفات فروم ذا بروكسيمال كونفيوتي تي كده الفوسفات هينزل في اليورين ولا هيرجع للدم؟ هينزل في اليورين طب تعالى على الفيستا مين بقى هنا؟ الكالسيوم بس الكالسيوم دي ابزوربشن في الفيستا محتاج البارس هرمون يبقى شوف بقى البارس هرمون عمل ايه؟ منع امتصاص مين؟ الفوسفات في البروكسيم لكن سمح بامتصاص مين؟ الكالسيوم في الفيستا خد بالك هديها في اليورين يبقى بيبن او بيقلل الفوسفات دي ابزوربشن فروم ذا ايه يا جماعه؟ فروم ذا بروتين بس انكريز الكالسيوم فوسفات ان ذا ايه؟ ها؟ قصدي انكريز الكالسيوم ابزوربشن ان ذا ديفرنس محمد بيه قول لي كده محمد بيه قول لي الريزلت كده في اليورين دي ما تبصش بقى يا حبيبي اليورين اخباره ايه؟ هيرد عليا يا دكتور مش انت قلت هو بيمنع امتصاص الفوسفات فروم ذا بروتين وبيزود امتصاص الكالسيوم فروم ذا ديفرنس يبقى كده اليورين مليان ايه؟ فوسفات لكن الكالسيوم في اليورين قليل اعكس بقى في الدم يبقى الدم فيه كالسيوم كتير فوسفات قليل اوعى بقى في انت تشوف لحظه ركز في الكلمه في اليورين ولا في الدم طيب النقطه الاخرانيه تعرف كده؟ احنا عارفين دي كام حاجه؟ ثلاث حاجات قصدي حاجتين منع الفوسفات في ابزورشن في البروستيمال وسمح بالكالسيوم في ابزورشن في صح كده؟ طيب على كارديو فاسكولار اخد مين اكشن فقط مين؟ واحد البارت يا جماعه يقول لك ايه؟ بص بقى النقطه دي احنا مش عارفين ايه لازمتها بس كلمه كده على الماشي لو جبت كارديو سايت يعني ايه كارديو سايت؟ خليه من خلايا القلب خليه من خلايا القلب عزلتها بره كده وحطيتها في معمل وحطيت لها نيوتريشن اسمها ايه؟ اكل وبارت هرمون يقول لك بارس هيوريد هرمون ده يمسك خلايا القلب يحمل لها هايبرتروفي يبقى ايه؟ يقول لها هايبرتروفي تضخم غير معروف السبب في النورمال احنا ما عندناش بيحصل الكلام ده يعني بارس هرمون عن فراش ما بيحصلش حاجه يبقى انت اكيد يا دكتور بتقول الكلام ده بترمي لقدام ان زياده البارس هيوريد هيعمل ايه في عضله القلب؟ هايبرتروفي عن طريق ان هو بينشط حاجه اسمها بروتين تينين دي وبيزود دخول الكالسيوم جوه خليه القلب بيقول لك ايه؟ هو بيكبر الخليه. ازاي بيكبر الخليه يا دكتور؟ بيزود الكالسيوم. والكالسيوم لما يجي جوه الخليه بينشط بروتين كاينيز تي. والبروتين كاينيز تي بيسمع بروتين. يبقى ماشي بالترتيب كده. يبقى لو جبت خليه كارديو سايت بره جسم الانسان اديتها بارات هرمون كتير هيدخل الكالسيوم ينشط بروتين تي. بروتين تي ده تصنيع البروتين. هايبرتروفي.
طيب رقم 2 بيقول لك ان هو بوزيتيف كرونوتروبيك. يعني ايه كرونوتروبيك؟ بيزود عدد ضربات القلب. نوت اينوتروبيك تبقى يا صاحبي الفيك بيزود عدد ضربات وليس قوه الانقباض. بيزود عدد ضربات وليس قوه الانقباض. ماشي يا باشمهندس؟ يبقى كده حاجتين هايبرتروفي وزاد عدد ضربات الايه؟ القلب. خلاص؟ يصير بقى الانتكاس ده عشان تطلع على النار. اللي بقى كده كده بقى يا دكتور يعني كده تنزل كل اللي انت متكرر. حضرتك من غياب ينفع كده؟ ايه في المتكرر كله؟